السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملينها هنتفرج مع بعض كده، نتفرج مع بعض كده على الميك اب. اول حاجة دوت ويفر، ده كان بعشرين جنيه، ده بخمستاشر، كان فيه نوع بخمسة ده كان وعشرين بخمستاشر جنيه، والجنبه اللي هو ده بخمسة وعشرين. السحري التاني دوت اللي هو الاخضر دوت كان بسبعة ونص. في بقى مزيل وحاجات زي كده، كانت في حاجات بعشرة وفي حاجات بخمستاشر، مش كله يعني. بصراحة عندها مكياج حلو اوي. ده تند، ده بخمستاشر جنيه، الواناته كلها حلوة موجودة، اللي هو الفاتح والغامق زي ما انتوا شايفين كده. هي هتجربه على ايديها عشان نشوفه، هنشوفها اهيت. هي حطت منه اهو، اللون بتاعه حلو اوي، ده بخمستاشر جنيه. ازازة مونوكير كانت بخمسة جنيه، وفي ازازة برفان اللي هي البلية دي كانت بسبعة ونص زي ما انتوا شايفين كده. هنتفرج مع بعض كده ده الضوافر، في ضوافر اللي هي السيليكون، ضوافر العادية. علبة اي شادو نود اللي هي هتوريها لنا دي دلوقتي، زي ما انتوا شايفين كده الواناتها، دي كانت بخمسة وستين جنيه. بصراحة يعني الالوان بتاعتها تحفة، في الغوامق وفي الفاتح، شايفين شكلها عامل ازاي. الدرجات بتاعتها جميلة، اللي هي الغوامق، في الغوامق في حاجات بتلمع وحاجات لأ، في حاجات مطفية. بصراحة يعني شكلها تحفة. وكان ده عندها ماركات تانية، وعندها قلم الحواجب، قلم الحواجب ده في حاجات عندها كانت بسبعة ونص، وفي حاجات عندها كانت أغلى حاجة كانت عندها بخمستاشر جنيه، اللي زي ده كان بسبعة جنيه ونص. بصراحة لونه حلو، يعني اللون بتاعه فيه بقى جميع الألوانات زي ما انتوا شايفين كده. ده بسبعة ونص برضك، ده قلم كحل. في حاجات تانية بقى عندها اعلى من كده، كانت في حاجات بخمستاشر، شايفين كده كانت في حاجات بعشرة جنيه. كانت عندها اللي هي الاقلام الخشب ديت، قلم روج كان بعشرة جنيه، الواناته بصراحة حلوة زي ما انتوا شايفين كده. وعندها برفانات، عندها جميع المكياجات زي ما انتوا شايفين. كان في عندها الوانات بقى كتير، وفي عندها فونديشن، وعندها برفانات، عندها علب الفرش، عندها كريم اساس، في عندها كتير. ده السحري، شايفين لونه عامل ازاي، وبسبعة جنيه ونص يا بلاش. والرجل اللي هي ماسكارا، الرجل هو الايس كريم دوت، ده لونه حلو برده، كان بخمستاشر زي ما انتوا شايفين شكله كده. كان فيه بصراحة، كانت فيه بقى اشكال تانية كتير، بودرة، علبة بودرة مائية، هي كانت بخمسة وتلاتين جنيه. بيوتي دي كانت بعشرة جنيه. كانت في عندها حاجات بقى تانية كتير، دي كانت بخمسة جنيه. البلاشر ده كان بخمسة جنيه. الروج اللي قدامكم ده اي روج كان بعشرة جنيه. كان بقى في عندها في حاجات تانية بقى كتير. الروج ده اللي انتوا شايفينه ده كان بخمسة جنيه، الواناته كلها في الفاتح وفي الغامق. وكان عندها المسكرة الشفافة كانت بخمستاشر جنيه، دي المسكرة. عندها البرايمر كان بعشرة، عندها دي ماسكارا اهيت نوع تاني كمان اهي. الماسكارا دي كانت عاملة خمسة وعشرين جنيه زي ما انتوا شايفينها اهيت. عندها بقى حاجات كتير، عندها كل حاجة يعني، مكياجات. علبة الايشادو دي بالفرشة بتاعتها برضه كانت بخمسة وعشرين جنيه، فيها تلات الوانات، بتلفها كده زي تفتح توريها لنا اهي، فيها تلات الوانات، انت بتلف اللون قصاد اللون اللي انت عاوزاه وبتستعملها على طول اهي. احلى ما فيها ان هي بالفرشة بتاعتها، لا بتحطي كده ولا تلفي اللون اللي انت عاوزاه وتحطه وتستعمليه. حلوة يعني، انت على قد ان انت تستخدميها على طول وبالفرشة بتاعتها. وشكلها كمان شيك يعني، حتى ممكن سهل ان انت تحطها معاك في الشنطة بتاع، ما بتاخدش مكان. بصراحة كان عندها تشكيلة حلوة قوي يعني. هي هتورينا كمان البراون دوت كان بعشرة جنيه. في مزيل عندها كان بخمستاشر جنيه، اللي هو العود الملكي، اللي هي العلبة الصغيرة ديت زي ما انتوا شايفين اهيت، دي كانت بخمستاشر. عندها الايلاينر، بيبي كريم، ده كريم اساس، ده كان عامل عشرين جنيه، ده نوع بردك من الانواع اللي موجودة عندها، برده كان بخمستاشر جنيه. كان عندها ايات اشكال كتير اهي زي ما انتوا شايفين. هنا ده كبسونات، ده الواحده كانت بجنيه، فيتامين ايه. ده كريم انجي كان بعشرة جنيه،
كان عندها بقى حاجات البديكير والمانيكير، البديكير والمانيكير اللي في بقى الحاجات اللي تحت ديت، كانت كل حاجة ولها سعرها. يعني مش كله ده بديكير اهو، بتاع البديكير اهيت، عندها بقى الفرش وعندها برفانات، ماسك لتفتيح البشرة من جارنيه زي ما انتوا شايفين كده اهيت. هي عندها انواع كتير بصراحة، كان عندها تشكيلة حلوة. دي زيت برفان تقريبا كان ب65 جنيه، ده رجالي بس ريحتها تحفة بصراحة. حاجات كتير بقى، هي اسمها ام روان، هنحط رقم تليفونها في صندوق الوصف اللي يحب يتواصل معاها. هي بتفرش، يا لها محل في شارع بنك ناصر اللي هو عند سوق التلات، يعني هي بتفرش كل يوم. الفرش دي بجميع انواعها، دي كانت كلها، دي كانت ب40 جنيه. في بقى العلبة التانية اللي هي اللي اكبر، الفرش بتاعتها كبيرة بكل الحاجات اللي فيها ديت، كانت ب50 جنيه زي ما انتوا شايفين كده. فيها كل حاجة، كان عندها الشمع بقى، وعندها جهاز الشمع كان ب75 جنيه، وعندها رموش، عندها حاجات كتير، عندها مستلزمات المقاد الجهاز اهوت، يعني ميد ان ايطاليا تقريبا من الصيني. عندها بقى برفانات بسبري، عندها البودرة بادس بلاش كان عامل 35 جنيه زي ما انتوا شايفين كده. هي بصراحة كان عندها تشكيلة حلوة، وادي الالوان، ده برفانات اهيت، عندها شمع وعندها صبغة وعندها حاجات كتير، عندها برفانات حريمي وعندها رجالي بصراحة، عندها الحنة وعندها كل الرسومات زي ما انتوا شايفين كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ما تنسينيش باللايك والشير. ادي الصبغة هي كانت ب50 جنيه، الفرش بقى كان ب10 زي ما انتوا شايفين كده، وطعم الفرش ده كان ب15 جنيه. كان عندها بقى حاجات كتير بصراحة، وكلها اسعارها ارخص من بره. في كمان كانت ب5 جنيه، فيها 3 فرش اهيت اللي هي كان عندها علبة اي شادو زي ما انتوا شايفين، دي كانت ب25 جنيه، الوانتها بصراحة تحفة، الغوامق، وعندها الفواتح كانت ب25 جنيه، وزي ما انتوا شايفين كده حتى الشكل بتاعها ايه شيك، يعني العلبة كده قيمة. هنا بقى شكل تاني زي ما انتوا شايفين كده، هنتفرج على شكل تاني ونوع تاني كمان. عندها بصراحة انواع كتير، كانت ب25 جنيه برضك اهيت زي ما انتوا شايفين اهيت. في حاجات بقى كانت، في حاجات عندها بصراحة يعني تحفة، كان ب10 جنيه. بعد ما تحط الميك اب بتاعك دوت ممكن تستعمليه، ممكن تستغني كمان عن البودرة وتستعمليه هو. هي بصراحة هي جربته على ايديها تحفة، كان ب10 جنيه. كان في بقى حاجات كتير زي ما انتوا شايفين كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونوش باللايك والشير، ولو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دي برفانات بقى كانت عامله ب15 جنيه زي ما انتوا شايفين كده، هتورينا كام حاجه. في حاجات تانية بقى كتير، بس البرفان دي كانت ب15 جنيه، شكلها حلو كده اهي. ان هي زي ما انتوا شايفين كانت الرسمه ب5 جنيه، اشكال كتيره هي زي ما انتوا شايفين. في حاجه تانية بتاخدها مع الرسمه ديت عشان تملي الفراغات البيضه، ازازه صغيره كده زي ما انتوا شايفين الرسومات اهيت، بتاخديها ايوه اللي هي الحاجات اللي زي دي، تاخدي الاثنين دول مع بعض عشان تملي الفراغات البيضه اللي هي الموجوده ديت. بصراحه كان عندها بقى اللي هي دي الحنه اهيت موجوده، فكان في عندها كذا شكل، عندها حاجات بقى كتير بصراحه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هحط لكم العنوان في صندوق الوصف ورقم التليفون اللي حب يتواصل معاها. ما تنسونوش باللايك والشير لو اول مره تشوفي قناتي. حاجات تانية كتير زي ما انتم شايفين كده، دي انواع كلها انواع ماركات وحلوه، عندها بصراحه كل حاجه متوفره عندها، وحاجاتها ارخص من بره بكتير. هي بتفرش كل يوم، يعني هي مكانها ثابت، يعني هي لها محل سواء يوم السوق او الايام العاديه، يعني هي موجوده على طول، لها محل قصاد محل بتاع العصير قدام شويه في النص كده، ادي اهيت بردك اهي. الانواع اللي انتوا شايفينها دي كلها كريم اساس، يعني هي عندها كذا شكل وكذا نوع، عندها حاجات حلوه والله بصراحه، وحاجاتها كلها رخيصه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ده كمان اهو نوع من كريمات الاساس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لأول مرة تشوفوا